بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة في قسم هندسة تقنيات الحاسوب في الكلية الهندسية التقنية الجامعة الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نكمل وياكم من سلسلة محاضرات الموبايل كوميونيكيشن سيستم. نكمل وياكم من هاي المحاضرات للكورس الثاني. عنوان المحاضرة السابعة اللي هي ترافيك انجينيرينج. الترافيك انجينيرينج راح ندرس بيها الترانكينج اول شيء، والشيء الثاني راح ندرس بيه الجريد اوف سيرفيس هي الجي او اس، واخر موضوع راح ندرسه هو امبروفينج كفرج اند كاباسيتي ان سيلولر سيستم. لاني ثلاث مواضيع راح ندرسين بهذا المحاضرة. الترافيك انجينيرينج حقيقة واحد من اهم المواضيع اللي تداولها الموبايل كوميونيكيشن سيستم. بداية راح ناخذ شنو تعريف الترانكينج. واضح الترانكينج شو يقول is communication line or link designed to carry multiple signals simultaneously to provide network access between two points. شنو معنات communication line؟ بين قوسين هذا الترانكينج هو channel. واضح هذا الشانل. واضح communication line معناته شنو؟ معناته channel. هذا channel design مصمم to carry multiple signal. واضح يعني هذا الشانل اختلاف على الشانل العادي انه يحمل multiple signal multiple user بنفس الوقت. واضح to access between two point يعني بين نقطتين. اعيد ترانكينج هو شانل communication line. هذا الشانل مخصص design او مصمم to carry يحمل multiple signal multiple user simultaneously بنفس الوقت. واضح ليش to provide network access between two point. أو بعبارة أخرى the concept of trunking. واضح شنو المعنى الجوهر الترانكينج؟ يقول لي allow يسمح large number of user تبع عليه مو باعتبار هو channel. هذا channel مو مصمم لي يحمل أكثر من signal أكثر من user. شو يقول هنا؟ يقول لي the concept of trunking مصطلح الترانكينج allow يسمح large number of user عدد كبير من المستخدمين to share مشاركة small number of channel. واضح يعني هذا فائدة الترانكينج انه اقدر احمل اكثر من يوزر. واضح اكثر من يوزر على عدد قليل من الشانلات، وبالتالي يعني اوفر كباسيتي عندي. واضح اوفر هذا الـ small number of channel وين موجود؟ pool of available channel. واضح شرح أعاني من عدها الترانك راديو سيستم في الواقع practical user request service. لما user يطلب request service يطلب السيرفيس واضح أثناء الاتصال سواء كان اتصال سواء كان انترنت. إذا available radio channel يعني إذا كل التراكينج channel are already in use كل المستخدمات يعني محجوزات يعني اكيوبايت اليوزر شو راح احتماليتين اما بلوكت. واضح اما السيستم يسوي له بلوكت او السيستم يسوي له شنو ديلي. واضح اعيد اذا الترانك بالترانك راديو سيستم. واضح اذا الترانك شانل محجوز واليوزر شنو محجوز يعني كل الشانلات فول اكيوبايد. واضح اذا كل الشانلات اكيوبايت محجوزه واليوزر ما يقدر يوصل بين الشانلاتين محجوزات لذلك السيستم راح يعاني شنو اما بلوكت. واضح او ديلي. اذا ديلي معناته شنو؟ معناته راح يخليهم ضمن طابور يخليهم ضمن سرع حسب الاولويه من اول واحد دخل الطابور هو راح شوكت يعني معناته من كل ما تفرغ شانل يستلمها اليوزر اللي واقف ضمن الطابور وهكذا. لذلك شو يقول هنا ان سم سيستم كوي مي بي يوز يعني كوي ما يقصد بالطابور يعني السرع احنا نسميه. واضح اعتمادا عليه من اعتمادا على الاولويه يعني لحد ما واحد من اليوزرات يفصل الاتصال مالته هاي الشانل مالته راح تفرغ اللي اول واحد سرع بالطابور راح ياخذ هاي الشانل اللي فرغت. وملخص هاي العمليه الترانكينج اذا اريد ان ألخص لكم إياها الترانك هو شنو؟ هو شانل راديو شانل. واضح هاي الشانل مميزاتها شنو؟ إنه هي مصممة واضح
مصممة حتى إنه تحمل أكثر من سيجنال، أكثر من يوزر بنفس الوقت. شو راح توفر لي هاي؟ معناته تقدر أقدر أحمل أكثر من يوزر، عدد كبير من المستخدمين، واضح؟ على عدد قليل مين؟ من الشنلات، على عدد قليل من الشنلات. عندنا حالة خاصة، إذا كل الشنلات، إذا كل الشنلات محجوزة، راح أما السيستم يصير له الاتصال، أما يصير له بلوك، أو يصير له شنو؟ ديلي. وهذا شرحناه. طبعا هذا الترانكينج، واضح، يسموه الترانكينج ثيوري. هاي العملية يسموه الترانكينج ثيوري أو الكوينج ثيوري، واضح. شنو فائدته؟ to handle specific capacity at specific grade of surface، واضح، حتى توفر لنا capacity عادي، واضح، ضمن grade of surface، ضمن درجة خدمة معينة. طبعا تقاس بوحدات يسموها airlang، واضح، تقاس بوحدات يسموها airlang، اللي هي بالقرن التاسع عشر طبعا اكتشفوا هذا الشيء. شنو الايرلانج؟ اللي هي وحدات الترافيك، واضح، وحدات الترافيك او اللود. واحد ايرلانج شنو معناته؟ وان ايرلانج معناته تمثل ريبريزنت ذا اماونت اوف ترافيك، واضح، يعني كميه الترافيك، كميه اللود كاريد باي وان باي شانل ذات كومبليت كومبليتي اكيوبايد، واضح. معناته الوين ايرلانج معناته الشانل راح تظل محجوزه لمده واحد ساعه، وان اور، واضح، يعني وين كول اور بير اور، او وين كول مينيت بير مينيت، يعني اما نقيسها بالمينيت او نقيسها شنو بالساعه. فاذا بدنا ناخذ مثال، قل لي فور اكزامبل، قل لي راديو شانل، واضح، راديو شانل، اذا الراديو شانل ذات اكيوبايد محجوزه فور 30 مينيت، واضح، محجوزه لمده نصف ساعه، خلال ساعه ايش قد الايرلانج مالته؟ هو ده يقول لي نص ساعه، معناته نصف ايرلانج، واضح، 30 مينيت معناته شنو؟ نص ساعه. يقول لك 45 مينيت معناته 3 ارباع الساعه، معناته شنو؟ 0.75 ايرلانج، واضح. هذا ترافيك، يعني معناته من انا اشوفه 0.5 ايرلانج، شو توضح لي؟ توضح لي معناته انا هاي شانل ظلت محجوزة نص ساعة، واضح، يعني خلال ساعة كاملة انحجزت نص ساعة. من اشوف انا 0.75، من اشوف 0.75 ايرلانج، معناته هاي شانل ظلت محجوزة من اصل ساعة انحجزت 3 ارباع الساعة، واضح. راح اعيد لكم اياها، من اشوف 0.5 ايرلانج معناتها خلال ساعة الشانل انحجزت ايش قد؟ حجزت 0.5، يعني نص ساعة. من يشوف واحد ايرلانج معناتها خلال ساعة ايش قد انحجزت الشانل؟ انحجزت واحد ساعة، واحد ايرلانج، واضح. والواحد ايرلانج اكو وحدة ثانية يسموها شنو؟ سي سي اس، هي 36 سي سي اس. ليش؟ يعني سي سي اس هي 100 كول بير سكند، والساعة 360 كول، واضح، اقدر اسوي بيها 3600. ف 3600 تقسيم 100 راح تطلع لي ايش قد؟ تطلع لي 36. لذلك الواحد ايرلانج يساوي شنو؟ 36 سي سي اس. طبعا هو موضوع جديد، بس موضوع جدا لطيف، اقدر احسب بيه انه ايش قد، احسب بيه انه ايش قد صار اللود عليه، واضح. اقدر احسب اللود خلال وقت الذروه، واضح، اللي ايش قد عندي ترافيك، ايش قد عندي لود، كل هذا احسبه بهذا الموضوع، يسموه الترانكينج او الترافيك انجينيرنج. نيجي لكم مصطلحات تيرمينولوجي. اول مصطلح الجريد اوف سيرفيس، واضح، الجريد اوف سيرفيس معناته درجه الخدمه، واضح، درجه الخدمه هي يعني ايش قد الدقيق الدقيس اداء الخدمه. يقول لك ميجر ايبيليتي اوف يوزر، ميجر ايبيليتي اوف يوزر، قابليه اليوزر تو اكسس تو ترانكينج سيستم during busiest hour، يعني انت من تريد تقيس درجة خدمة، ما تقيس درجة الخدمة واوقات الاعتيادية، اكيد يعني سميت خدمة الانترنت، شلون تعرف هاي خدمة الانترنت زينة، واضح، شوف هاي شلون تعرف هاي خدمة الانترنت زينة، تعرفها
شوف وقت الذروة، هل هاي خدمة الإنترنت باقية نفسها أو مختلة؟ واضح أو قلت هاي الخدمة؟ إذا قلت إيش قد قلت؟ قلت بالمستوى المطلوب لو لا صارت يعني جدا بائسة الخدمة. لذلك هاي الـ Guide of Service تقيس واضح قابلية اليوزر واضح أو إمكانية اليوزر للوصول لتانكي سيستم. يعني أنا أكون خلال وقت الذروة أريد كل ما أريد أتصل ما ألقى شانل يطلع لي بيزي، واضح؟ كل ما اريد اخابر يطلع لي بيزي، كل ما اريد اخابر يطلع لي بيزي. يعني انا خلال ساعه لو احصل مره لو لا. لذلك ايش تعتبر الخدمه؟ تعتبر الخدمه هاي يعني بائسه، واضح؟ فيري باد نسميها احنا. فانت من اذا تريد تقيس لك اي مستوى اي شبكه، واضح؟ قيس ايش وقت؟ قيس وقت الذروه. هذا الشيء سموه جي او اس اللي هي الجريد اوف سيرفيس، واضح؟ اللي هي قابليه اليوزر للوصول للشانل خلال وقت الذروه. هاي تعريفه بالضبط، قابلية اليوزر واضح للوصول الى الشانل خلال وقت الذروات. الشانل سمينا احنا ترانكينج سيستم، واضح؟ هو الترانكينج شانل. بعد الى تعريف ثاني، انت من تقيس لي قابلية اليوزر للوصول الى الشانل اقدر اقول شنو هاي؟ اقدر انه هي الجريد اوف سيرفيس تعتبر يوز تو ميجر اوف كونجستشن. يعني شنو كونجستشن؟ معناته اللود. يعني هي وحدة قياس اللود. ملخص الحاجة، الجي او اس هي وحدة قياس اللود congestion، واضح؟ واللي هي محددة باحتماليتين، واضح؟ which specify as probability of call being blocked، لو الكول يصير له blocked هي air lang b، او الكول probability of call being delayed، واضح؟ اللي هي air lang c ان شاء الله ناخذهن، واضح؟ اكثر شيء احنا حنطرق الـ air lang b ان شاء الله. لذلك الـ Grade of Service واضح هي قابلية اليوزر للوصول إلى الشانل خلال وقت الذروة، واضح؟ هاي كتعريفها. كاستخدام تستخدم لقياس اللود، واضح؟ أنت إذا حسبت وصول اليوزر للشانل معناته أنت حسبت اللود، إيش قد لود على الشبكة خلال وقت الذروة، واضح؟ نجي للمصطلح الثاني اللي هو الـ Setup Time. Setup Time يقول لي شنو تعرف؟ The time required to allocate ranking radio channel to request user. اليوزر من يريد يتصل، تبع عليه اليوزر من يريد يتصل، طلعت الموبايل انت اعطيت كول، واضح؟ تحسب ايش قد فتره، ايش قد فتره اخذ لحد ما قام يدق على اليوزر اللي انت متصل عليه، واضح؟ هاي الفتره هو من قام يدق معناته شنو؟ معناته تخصصت لك شانل، معناته انت حجزت شانل. هذا الوقت يسموه سيت اب تايم، يعني الوقت اللي اخذته حتى خصصوا لك شانل، واضح؟ سيت اب تايم هو الوقت اللي خصصوه لك حتى حجزت بيه شانل. يعني انت من اتصلت تحسب وقت لحد ما قام يدق، معناه من قام يدق معناته خصصوا لك شانل. هاي الفتره يسموها سيت اب تايم، واضح؟ السيت اب تايم اذا ظل يحاول يخصصوا لك شانل وما دق، ظل ينتظر 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 ما شو اسمه ما تخصص له الشانل، هل يظل يحاول؟ لو اكو لازم وقت معين، لازم اكو وقت معين، خذته ما ظل محجوز حاجز الشبكه على موضوع شو اسمه. فشو يسوون بهالحاله هاي؟ يخلوا لك احنا نسميها وقت محدد له، نسميه ريكوست تايم. هذا ريكوست تايم فرضا يطولك ريكوست تايم مدته 15 ثانيه. خلال 15 ثانية إذا ما انفتحت لك شانل، يعني إذا ما حجزت شانل، رأسا الكول مالتك شو يسوي؟ يسوي له بلوك. لذلك بلوكت كول شو يقول لي؟ بلوكت كول، واضح؟ كول which can not complete، واضح؟ اللي هو يقول لك هو الاتصال اللي ما أقدر يكمل. At request time اللي وقت المحدد للاتصال. الوقت المحدد للاتصال حسب شركاتك، الشركات تسوي 11 سكند 12 سكند 13 سكند. انت من طلعت التليفون دقيت على رقم ولا اي رقم صاحبك، واضح؟ اقاربك خلال وقت معين اللي هو نسميه احنا الريكوست تايم، نقول 10 ثواني. خلال 10 ثواني اذا ما حاز على صاحبك شو يسوي بالاتصال؟ يفصل. شو معناته يفصل؟ معناته بلوكت كول، واضح؟ هذا الريكوست تايم هو الوقت المحدد لك حتى اما سيت اب تايم هذا يختلف.
ايش قد اخذت وقت حتى قام يدق علي صاحبك؟ ايش قد اخذت وقت حتى شنو خصصت لك شانل؟ واضح هذا الفرق بين الريكوست تايم والسيت اب تايم. نجي الهولدنج تايم. الهولدنج تايم، الهولدنج تايم مصطلح جديد علينا، يقول لي هو الافريج ديوريشن اوف تايبيكال كول، معدل مدة الاتصالات. الهولدنج تايم هو معدل مدة الاتصالات. اعيد، الهولدنج تايم هو معدل مدة الاتصالات، افريج ديوريشن اوف كول. الافريج شلون انا اخذ الافريج؟ الافريج مجموع العدد، هاي معروفه الافريج، يعني مجموع مدة اللي يعطيك فد 10 اتصالات. واضح؟ اتصال الاول مدته 20 ثانيه، اتصال الثاني مدته 120 ثانيه، اتصال الثالث 30 ثانيه، وهكذا الى 10. ذني كل واحده مدة الاتصالات، ذني اجمعهم مجموع مدة الاتصالات على عددين، عددين ايش قد 10 فرضا، يطلع لي الهولدنج تايم. واضح؟ اللي هو الافريج. اما الريكويست ريت اللي هي اللمدة نرمز لها، هو عدد الاتصالات خلال وقت محدد، number of call request per unit time. واضح؟ دائما يكون بالساعة، هذا الوقت المحدد دائما يكون بالساعة، يعني دائما لازم نحتاج احنا بالساعة. اذا اعطاني بالدقائق نحول الى الساعة، بالثواني نحول الى الساعة. واضح؟ فالريكوست تايم هو عدد الاتصالات خلال وقت محدد. الهولدنج تايم، واضح؟ الهولدنج تايم هو معدل مدة الاتصالات، مجموع الاتصالات على عددين، مجموع مدة الاتصالات على عددين. الريكوست ريت اللمدا هو نمبر اوف كول خلال وقت معين. صار واضح؟ نجي الترافيك ميجرمنت، قياس الترافيك، قياس اللود، قياس الكونجستشن، كل هذني يعني انه وحدة قياس اللود. قلت لكم قياس الترافيك وقياس اللود هو الايرلانجز. واضح؟ الايرلانجز. نجي اول مصطلح هو الترافيك انتنسيتي اللي هي الاي يرمزوا لها. واضح؟ الترافيك انتنسيتي يعني شده الترافيك، شده اللود. واضح؟ يقول لي ذا افريج نمبر اوف كول سيمولتينيسلي ان بروجريس ديورينج براكتيكال بيريود تايم ات از ميجر ايذر يونت ايرلانج اوف اور سي سي اس سنترام سكند. الواحد ايرلانج شو يساوي لنا؟ 36 سي سي اس. شنو معناته ترافيك انتنسيتي؟ يقول لك هو معدل مدة الاتصالات خلال وقت محدد. شنو معناه معدل مدة الاتصالات؟ اللي هي شنو؟ اللمدة. الوقت المحدد هي شنو؟ الهولدنج تايم. لذلك الاي هي اللمدة في الاتش. نجي مصطلح ثاني، الترافيك انتنسيتي. ترافيك انتنسيتي generated by each user. أتحسب الترافيك. واضح؟ الترافيك انتنسيتي شدة الترافيك generated by each user، الكل user يسموه الايو. واضح؟ شنو هو الايو؟ اللمدة في الاتش. يعني اذا اريد احسب ايش قد كمية الترافيك، واضح، اللي مولدها اليوزر، ايش قد كمية اللود اللي مولدها اليوزر. واضح؟ اضرب اللمدة في الاتش. اللمدة هي عدد الاتصالات خلال وقت معين، والاتش اللي هولدنج تايم هي معدل مدة الاتصالات اللي هي مجموعهن على عدد. واضح؟ اخر شيء العلاقة بين الاي والايو. واضح؟ العلاقة بين الاي والايو. الاي شو يسوي لنا؟ اليو في الايو، اليو هو نمبر اوف يوزر. واضح؟ اليو هي شنو؟ نمبر اوف يوزر. بعد ما نشتغل مع اليو، انا دائما مشكلتي اني احسب ايش قد عدد المستخدمين، احسب عدد المستخدمين خلال وقت الذروه. واضح؟ ايش قد عدد المستخدمين؟ ايش قد تتحمل هاي الشبكه؟ كم يوزر؟ هذا اللي يهمني، انه انا احسب عدد المستخدمين. لذلك اليو هي الاي على ايو. واضح؟ الاي على ايو. الايو شلون نطلعها؟ اللي هي لمدا في الاتش. والاي هسه اشرح لكم اياها، انه عن طريق شارت مخطط اعطيك اياه واحسب لكم اياه. خلينا ناخذ امثله والله تطبيقيه. اول اكزامبل. واضح؟ اول اكزامبل ان وايرلس نتورك ايتش سبسكرايبر. واضح؟ ان وايرلس نتورك
اكتب سبسكرايبر جنريت 2 كول بير اور. من اجي انا يقول لك هاي جنريت 2 كول بير اور، يعني معناته اللمدة ليش؟ لان اللمدة شو شرحت لكم هي عدد الاتصالات خلال عدد الاتصالات خلال وقت محدد يقاس بالساعات، هاي مطنية 2 كول بير اور، واضح؟ اون افريج امن عم الله عليه. And typical holding time مطنية 120 سكند، مطنية جاهز يعني الholding time ده يقول لي يا الholding time مالتك 120 سكند. What is the traffic intensity؟ يريد الأيو. الأيو قانون هو شنو؟ قانون الأيو هي اللامدا في الاتش، لازم أطلع اللامدا ولازم أطلع الاتش. اللامدا هي عدد الاتصالات خلال وقت محدد، هاي عدد الاتصالات كم اتصال عندي؟ 2 2 call per hour. يفضل دائما ان الوحدات ما تكون بالاور يعني بالساعات، هو مطنيها بالساعات. نجي للاتش، هي معدل مدة الاتصالات، واضح؟ مطنيها رقم واحد يعني جاهزة 120 سكند، بس هنا مطنيها بيمن بالسكند، انتبه علي لازم احولها للاور بالساعات. شلون احول السكند للاور؟ قسم على 3600، واضح؟ قسم على 3600 خلص السؤال. إذن الأيو اللمدة في الاتش، اللمدة 2 أو يا واضح مطنيها بالسؤال، والاتش اللي هي 120 سكند، 120 سكند على 3600 قسمنا على 3600 التحول للساعات فقط، هاي الفكرة إنه مطنيها 120 بالسكند قسمتها على 3600 حتى حولها للساعات، يطلع لي بوينت 0667 إيرلانج. دائما الناتج يطلع بالإيرلانج، واضح؟ دائما الناتج اللي يطلع بيمن بالإيرلانج، ويساوي نشجيت 2.4 CCS، واضح؟ أضربه في 36 حيطلع لي 2.4 CCS. شلون أحول الإيرلانج للشو اسمه للCCS؟ أضرب في 36، واضح؟ هذا أضربه في 36 حيطلع لي 2.4 CCS. نجي إكزامبل، طبعا هذا يعني خطأ مطبعي، المفروض إكزامبل 2 مو مشكلة. In order لكي determine نحسب الـ voice traffic online، شو المعنى الـ voice traffic online؟ يعني بدي احسب ايش قد عندي لود على channel، بدي احسب اللود على channel، واضح؟ We collect جمعنا the following data during 90 minutes، هاي الداتا واضح جامعيها، واضح؟ خلال 90 minutes calculate the traffic intensity in Erlang and CCS. يريد الـ AU اللي هي اللمدة في الـ H. أول شيء لازم نطلع اللمدة، ثاني شيء لازم نطلع الـ H. اللمدة هي عدد الاتصالات خلال وقت محدد. نجي عدد هذا التيبل مالتي، عدد الاتصالات كم اتصال عندي؟ 10 خلال وقت محدد. ايش قد الوقت المحدد؟ ده يقول لي هو during 60 تلعفو 90 أو 90 منت، واضح؟ خلال 90 منت عندي 10 اتصالات خلال 90 منت، لازم احول المنت الى اور، واضح؟ لازم احول المنت الى شنو؟ الى اور. ال 90 منت كم ساعه؟ ساعه ونص، واضح؟ قسم على 60 يطلع ساعه ونص، لذلك 10 على ساعه ونص. اللمدة 10 على ساعة ونص، العشرة هي عدد الاتصالات، يعني هو اللمدة عدد اتصالات، عدد الاتصالات خلال وقت محدد. عدد الاتصالات ايش قد من التيبل؟ 10. الوقت المحدد ايش قد مطينيها؟ 90 منت. نحاول للساعات نقسمها ايش قد على 60، واضح؟ يعني يطلع لي ساعة ونص، واحد ونص، 10 على ساعة ونص يطلع لي 6.66 كول بير اور. بعد ايش يطلب من عندي؟ اذا طلع الهولدنج تايم الاتش، الهولدنج تايم هي مجموع، واضح؟ الهولدنج تايم هي الافريج ديوريشن اوف كول، يعني مجموع معدل مده المكالمات، معدل مده المكالمات، يعني مجموع مده المكالمات على عدد ايش قد مجموع هذين؟ اجمعهم كلهم، واضح؟ اجمعهم كلهم. عيد، الهولدنج تايم هي معدل مده المكالمات، والمده المكالمات هاي ديوريشن معناتها مده اوف كول، واضح؟
الافرج مالته شلون طلع الافرج مال هذا مجموعهن ده نجمعهن على عددهن، واضح جمعناهن كلهن على عددهن تطالع سكين بيركو تبع عليه بالسكين دي الاس لازم شو اسوي هم احولها شلون احولها ال 80 اقسمها على 6600 خلص الحل طلعنا اللمدا واضح هذه هنا طلعنا الاتش اللي هو 80 حتى حول من السكند الى الاور لازم نقسم على ايش قد 3600 يطلع ايش قد 0.148 ايرلانج اضربه في 36 حيطلع لي 5.33 سي سي اس واضح اتمنى يكون انه هذا المثال واضح وما اعتقد فيه شيء هو اللمدا والاتش اطلعهم اللمدا هي عدد المكالمات خلال وقت محدد هذا الوقت المحدد اذا عددين واضح والاتش شلون اطلعهم معدل مدة الاتصالات مجموعين على عددهم الناتج اللي يطلع لازم احوله للساعات لان هو بمن بالسكند نجي اكزامبل 3 اكزامبل 3 وي ريكورد داتا ان ذا تيبل بيلو هذا التيبل سجل وي ريكورد يعني سجلنا داتا تيبل بيلو هذا التيبل By observing مع ملاحظة the activity of single customer واضح الactivity الفعالية مال single customer يعني راقبوا لك customer واحد user واحد during 8 hour يعني خلال 8 ساعات هذا الوقت المحدد ايش قد 8 حتى للدخون واضح وقت المحدد 8 من اللي وين من 9 إلى 5 راقبوا لك user واحد هو ده يقول لك ابزوربين فعالية اليوزر واحد من التسعة الصبح الى قد الخمسة العصر راقبوا الخط مالته واضح وسجلوا له الداتا هاي شافوا بالتسعة وربع واضح بالتسعة وربع سوى اتصال مدة 3 دقائق بالتسعة وثلاثة 31 سوى اتصال مدة 10 دقائق بالعشرة وهكذا سجلوا لي هذا اني كم اتصال عده خلال 8 ساعات واضح 1 2 3 11 يعني سوى 11 اتصال خلال 8 ساعات معناتها شو تمثل معناتها تمثل اللمدة واضح جاهز اللمدة 11 على 8 ليش لان هو راح يطلب اكيد الترافيك الترافيك شلون اطلع هي اللمدا في الاتش اول شيء طلع اللمدا وبعدين اطلع شنو الاتش اللمدا ارجع اقول لكم اياه هو عدد الاتصالات خلال وقت محدد عدد الاتصالات ايش قد عددهن 11 ايش قد الوقت المحدد هو ده يقول لي 8 اور مو اللي يقول لي 8 اور ده يقول لي من 9 الى 5 من 9 الى 5 كم ساعه 8 ساعات واضح لو يقول لك 8 اور لو يقول لك من 9 الى 5 واضح فهي واضح انه من 9 الى 5 ايش قد 8 ساعات لذلك اللمدا ايش قد 11 على 8 يطلع لي 1.3 كول بي اور هاي اول شيء اللمدا طلعت شي يريد فايند الترافيك انتنسيتي اللي هي الايو اللي هي اللمدا في الاتش ديورينج 8 اور سهل هسه طلعنا اللمدا اللي هي 11 على 8 نجي نطلع شنو الاتش الاتش اللي هي الهولدنج تايم اللي هي شنو معدل مده الاتصالات اروح وين مده الاتصالات هاي كول ديوريشن اطلع الافرج مالتين ذني شلون اطلع الافرج مالتين تبع عليه شلون اطلع الافرج مجموعهن على عددهن مجموعهن ذني يكون يجمعهن على عددهن واضح نجي الاتش مجموعهن ايش قد 100 منت عددهن ايش قد 11 بمن الوحدات هنا بالمنت حتى احولها الى السكن لازم اقسم على 60 واضح قسم لي على 60 طلعت لي هذا الناتج دائما احول للاور من السكند للاور اقسم على 3600 من المنت للاور اقسم على 60 انتبهوا على هاي الوحدات لازم كل الاحوال احولهن للاور للساعات صار واضح مجموعهن 100 عددهن ايش قد 11 طلع الناتج ارجع اقسمه على 60 انا اختصرت لكم اياها طلعت هاي فجهز عدي اللمدا جهز عدي شنو الاتش لذلك اللي ترافيك انتنسيتي اي هو اللمدا في الاتش راح يطلع لي ايش قد 0.0208 ايرلاند تحول الى سي اس اس الضربه في 36 المطلب الثاني شيء
يقول لي find the traffic intensity. شوف الفيك هنا find the traffic intensity. مرة ثانية احسب لي بس مو 8 ساعات during busy hour يعني وقت الذروة which occur between. حدد لي وقت الذروة من الثنتين للخمسة. ايش قد يعني الثنتين للخمسة؟ كم ساعة؟ 3 ساعات. قبل شوية الترافيك انتنسيتي حسبناه كل هذا التيبل 8 ساعات تبع عليه. اجي قال لي لا ما بدك تحسب لي الترافيك انتنسيتي كل 8 ساعات، احسب لي اياه بوقت الذروه ايش قد عندي لود، ايش قد عندي ترافيك اللي هي مين حدد لي اياها من الثنتين للخمسه. اجي اشوف وين الثنتين، هاي الثنتين واضح، وين الخمسه ما عندي يعني على شيء هذا، يعني احسب لي اياها من هنا لحد الاخير. فايش اسواني؟ اجي احدد داخل مستطيل، واضح، احدد داخل مستطيل هاي من الثنتين الى الخمسه اللي هو ينتهي من بالاربعه وثمانية وثلاثين. يعني الجدول اللي صار عندي فقط هذا اللي هو وقت الذروه، واضح. احدد لك، حدد انت من يمك حدد، لا تحسب لي كل التيبل. تجي شو يريد الترافيك؟ يعني يريد اللمدا والاتش. اللمدا عدد الاتصالات خلال وقت محدد. عدد الاتصالات ايش قد هنا؟ كم اتصال؟ واحد اثنين، عيد، واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربعه اتصالات. ايش قد الوقت المحدد؟ 3 ساعات، يعني هو قال لي من الثنتين للخمسة 3 ساعات. يعني شنو؟ يعني 4 على ايش قد؟ 4 على 3، هاي اللمدة 4 على 3، هذا الناتج 1.33 كول بي ار. نجي ال H، شلون احسب ال H؟ ال H هي شنو؟ الافرج، الافرج مالت مين؟ مال ديوريشن، مدة المكالمات، يعني الافرج مال ذني فقط اللي هن من الثنتين لمن للخمسة. واضح؟ من الثنتين للخمسة أجمعهن ذني، الخمسة والخمسطعش مينيت والأربعة وثلاثين مينيت، هذا نجمعهن قسمن على عددهن، لأن هو الأفرج عددهن إيش قد؟ أربعة. إيش قد يطلع لي؟ يطلع لي هذا الناتج بالمينيت، أحوله للساعات لازم، شلون أحوله؟ أقسمه على 60. واضح؟ يطلع لي هذا الناتج، جهز عندي هذا الناتج وهذا الناتج، أضرب من واحد بالثاني يطلع لي غير هناك. صار واضح؟ مو دائما اقول لك احسب لي الجدول كله، حدد لك جزء بسيط من الجدول، واضح؟ خلال وقت الذروه، خلال وقت محدد هو طالبه من عندك السؤال. ناخذ اخر اكزامبل حتى تصير عندكم الفكره واضحه جدا ان شاء الله. اكزامبل الرابع شو يقول لي؟ وي ريكورد داتا ان ذا تيبل بيلو باي اوبزرفينج ذا اكتيفيتي اوف سنجل كاستمر لاين ديورينج 8 اور بيريود. يقول سجلنا الداتا in the table below by observing the activity of the single customer line during an 8 hour يعني خلال 8 ساعات. نفس الشيء راح بولك يوزر واحد من اليوزرين سوى عليه مراقبة، ايش بده يشوفون ايش قد اللود. هو انت تريد تشوف اللود، تاخذ لك يوزر واحد يشوف، واضح، وتحسب له هاي الحسابات. انا كل هاي الفكرة انه شرحت لكم اياها انه كل حتى اشوف تقيس وقت الذروه، وقت اللود، وقت اللود جاي يصير على الشركه، واضح. هم ايش ياخذون؟ ياخذون عينه واحده يعني يوزر واحد يراقبوه ايش قد كم مكالمه جاي يسوون، واضح، خلال وقت محدد. فهم اثنان هم راقبه، يقول لك وي ريكورد سجلنا الداتا بلو اسفل هذا الداتا اوبزرفينج ملاحظه الاكتيفيتي اوف سنجل كاستمر لاين during 8 hour خلال 8 ساعات اللي هي مين؟ من 9 للخمسة، يعني من 9 الصبح للخمسة نفس الشيء. find the traffic intensity ايضا يريد الترافيك انتنسيتي اللي هي الاي. الاي شو يساوي؟ ان اللمدا في الاتش، يعني لازم اطلع اللمدا والاتش. اول حالة يريد الترافيك انتنسيتي خلال 8 ساعات 8 hour، يعني معناته يريد كل التيبل، يريد كل التيبل 8 ساعات، واضح، هاي 8 اور، هاي كل التيبل اريد مثل قبل شوية قبل المثال السابق. وبعد ويريد الترافيك انتنسيتي من 3 ل 5، واضح، من 3 ل 5، وين من 3 ل 5؟ تجي هنا هاي اول وحدة 3 و 15 دقيقة الى 5 للاخير، يعني شنو؟ يعني هذا مالتك المستطيل راح يصير، واضح. خلينا نجي نحل وحدة وحدة. ترافيك انتنسيتي مال 8 ساعات، اول شيء نطلع اللمدا،
معدل، واضح؟ هو عدد الاتصالات خلال وقت محدد. عدد الاتصالات ايش قد ذني؟ 11. وقت المحدد ايش قد مطيني؟ 8 ساعات، يعني 11 على 8، 11 على 8 يطلع لي هذا الناتج. نجي نطلع الـ H. الـ H هو شنو؟ معدل مدة المكالمات، هذا مدة المكالمات، يصير آخر حقل اللي هو Call Duration، مدة المكالمات. المعدل مالتي مجموع هذني أجمعين على عدد 11. بمن الوحدات يطلع لي بالميني Call Per Minute. فش أسوي يعني؟ لازم أقسم على 60. واضح؟ هاي مجموع طلع 100، أقسمين على 60 يطلع لي هذا الناتج. نجي لترافيك انتنسيتي، جهز عدي اللامدا وجهز عدي الاتش، اضرب هذا في هذا راح يطلع لي شنو؟ راح يطلع لي الترافيك ايش قد عدي لود، راح يطلع لي طلع لي لود ايش قد 0.208، واضح؟ ايرلانج ويساوي ايش قد 7.5 سي سي اس. شلون 7.5؟ لان اضربه في 36، واضح؟ الايرلانج احوله للسي سي اس اضربه في 36. نجي هذا والله سهل، اللي الأصعب من عدة شنو؟ إنه شلون أحسب اللود أو الترافيك خلال وقت الذروة اللي يحدد لي إياها مين لي وين؟ من 3 لل 5، واضح؟ من 3 لل 5 يعني من هنا، شوف انتبه عليه، من 3 لل 5 يعني هنا. أول شيء شلون أحسب الترافيك انتنسيتي؟ لازم أحسب اللمدا والإتش. اللمدا عدد المكالمات خلال وقت معين، عدد المكالمات من 3 لل 5 شنو مكالمة عندي؟ شوف 1 2 3 3، واضح؟ المفروض هذا تحدده بمستطيل، كل هذا لأن ثلاث آخر ثلاثة بالتيبل لأن حددنا مستقيم، واضح؟ مستطيل حتى تعرف تشتغل عليهم. خلي أحدد لكم يعني بمستطيل حتى تصير الأمور واضحة عندنا. لاني حددتكم اياه من 3 لل 5 كم مكالمه عدت 3، قد الوقت المحدد من 3 لل 5 كم ساعه؟ واضح؟ ساعتين. من 3 لل 5 كم ساعه؟ ساعتين. لذلك ايش قد 3 على 2 يصير 3 على 2، 3 على 2 يساوي هاي اللي هي اللمدا، 3 على 2 يساوي 1.5 كول بير اور. واحد نجي نطلع الـ H اللي هي الـ holding time، واضح؟ الـ H الـ holding time، هذا الـ H مين نطلع منه؟ نطلع من الحقل الأخير هو مدة المكالمات الـ call duration. آخر ثلاثة نجمعهن مال ذن الثلاثة، أجمعهن على عددهن ثلاثة، واضح؟ تجمعهن على عددهن لأنه الأفرج تطلع، تجمعهن على عددهن والناتج راح يطلع بالمينت، نحوله للساعات نقسمه على 60 يطلع الناتج عندي. ذن يعني نجمعهن، واضح؟ تقسيم عددين ثلاثة في واحد، ليش ضربت في واحد على 60 حتى حول المن الأول مباشرة، واضح؟ فجهز عدي اللمدا، جهزت عدي شنو؟ الـ H، أضرب هنا يطلع لي الناتج بالإيرلانج، أضربه في 36 حول المن CCS. لهنا خلصنا من الجزء الأول من المحاضرة، إن شاء الله استفاديتوا من عدي، نكمل وياكم إن شاء الله الجزء الثاني من المحاضرة إنه شلون نطلع الترافيك، إن شاء الله استفاديتوا من هاي المحاضرة. أرجو من الطلبة الأعزاء مراجعة المحاضرة، وأي استفسار تقدروا تراسلوني على البوت مال التليجرام. تمنياتي لكم بالموفقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.